السلام عليكم خواتاتي وخوتي في الله، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير بألف خير. اليوم ان شاء الله الفيديو ديال الوصفه تاع البارح. الفيديو السابق درنا الطاجين ديال السفرجل، واليوم طريقه عسل السفرجل. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي السفرجل، غادي نقيه. هنا قسمت الوحده على جوج، وغادي نحيد لهذوك العظومه ديالها، وما خاصناش نقلعوا له القشره ديالو. الا قلنا القشره ديالو غادي تفتتنا هنايا في الطياب، خاصو يقعد هكا مجبر. ومن اخواتاتي هنايا من حيدنا له دوك العظام ديالو، كما راكم معايا في الصوره، راني نقبض الموس، راني ندير خطوط، ونولي عاوتاني على الجهه الاخرى ندير خطوط باش هكا في الطياب يعطينا واحد الشكل جميل. وهنا يا خواتاتي غادي نكمل هذه الطريقه هكا كما راكم تشوفوا معايا. الا كانت فيها شي حاجه هكا شويه قهويه على السفرجل ديالنا، حيدوها بالموس. وبالنسبه اخواتاتي بهاد الخطوط اللي نديرهم، رحنا ان نجرحوا القشره ما خصناش نفوتوا الموس حتى تولي تخرج لنا من الجهه الاخرى. ومن بعد اخواتاتي هنايا من كملت التنقيه ديال السفرجل غسلته، وانا عندي هنايا زدت كاس ديال الماء، وهاد الكاس يرفد 350 مللتر، وعاد نحطه فوق البوطه. عادي نديروا نسلق نص سلقه ونبلع عليه. وهنايا باش غادي نعسلو عندي هنايا السكر والقرفه. وهنا من نسلق ليا السفرجل، الا شفتو الماء بزايد نقصو به. انا هذيك الكميه راه رفدت لي كامل، زعما مليحه جاتني نيشان. وهنا غادي نزيد السكر على حسب الحلاوه، وهنايا رفد لي 6 معالق كبار سكر، وعاوتاني على حسب الكميه شحال عندكم عاوتاني السفرجل. ودركا غادي نزيد القرفه. انا يا درت قلب نص معلقه كبيره، حتى هو على حساب الكو. وغادي نسد عليه، راه منقص النار دائما. غادي نسد عليه ونخليه يتعسل على خاطرو. خطره خطره نجيبو واحد المعلقه ونسقيو داك السيرو ديالو فوقو. هنايا في الطياب كما قلت لكم خاص نص طيبه، باش مين نديرو داك السكر والقرفه مين يتعسل لينا السفرجل جينا سوا سوا، ما عاديش ما يطيبش حتى يتفتت لينا. ها هو خواتاتي السفرجل ديالنا راه معسل، هنا راه واجد، وهذا هو اللي درته فوق اللحم. ولا عجبتكم وصفه اليوم خواتاتي خليوا لي التعليق زوينه ديالكم واللايك وابوني، ومرحبا بالناس الجداد والناس ديالي كاملين. وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليتكم على خير حتى فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.